وللمزيد حول تطور المشهد في فلسطين ولا سيما في الداخل الفلسطيني في ظل اشتباكات شعبية للفلسطينيين مع الاحتلال والمستوطنين، ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ ناصر. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. اشتباكات بالرصاص الحي بين المستوطنين والفلسطينيين في مدينة اللد في ظل حديث نتنياهو عن الدفع بكتيبة جيش ضبط الأمن في منطقة اللد، كيف تقرأ المشهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين، كل عام وأنتم بخير، كل عام والأمة الإسلامية والعربية بألف خير، كل عام والمسجد الأقصى المبارك بخير. حقيقة أخي الكريم، ما تواجه سلطات الاحتلال اليوم في فلسطين المحتلة معضلة جديدة لم تكن تتوقعها. عملت سلطات الاحتلال طيلة 73 عاما على تغييب أهلنا في الداخل الفلسطيني بهدف محو هويتهم ومحو انتمائهم الفلسطيني، وإذا بها اليوم ترى وقفة فلسطينية موحدة في كل فلسطين المحتلة. أهلنا في الداخل الفلسطيني عانوا من ممارسات الاحتلال العنصرية التمييزية ضدهم طيلة 73 عاما، واليوم وجدوا أن الأمور لم تعد تقبل وأنهم عليهم أن يقفوا في وجه هذه الممارسات، فرأينا ما تواجه سلطات الاحتلال في الداخل الفلسطيني. إضافة إلى ذلك طبعا كانت نقطة البداية في مدينة القدس حينما أراد الاحتلال أن يتعدى على المسجد الأقصى المبارك وأن ينتهك حرمته وأن يدنس طهارته، ورأينا كذلك اعتداءات الاحتلال على أهلنا في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بهدف تهجيرهم والاقتلاء على بيوتهم وتحويلها إلى المستوطنين ليعيشوا مكانهم. كل هذه الأمور اجتمعت لتشكل عاملة انفجار وتوتر في المنطقة، فرأينا المقدسيين يقفون في وجه سلطات الاحتلال موحدين متسامين على كل خلافاتهم في وجه هذا الاحتلال المجرم الذي يستهدفهم جميعا ولا يميز بين أحد منهم، بل على العكس يستهدفهم كفلسطينيين كعرب كمسلمين، لا يريد أن يراهم ولا يريد أن يتواجدوا على أرضهم وفي تحت سمائهم. طيب، ليست المواجهات في القدس فقط، مدينة البيرة أيضا لها كلمة في المواجهات، حيث دخلت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند المدخل الشمالي منعطف جديد في إطار المواجهة الشاملة. ما هو تفسيركم لهذا الحراك الشعبي المواكب لعملية سيف القدس؟ الشعب الفلسطيني شعب واحد موحد، ولا بد لأهل الضفة الغربية أن يقوموا من سلاتهم وأن يقفوا وقفة عز كما وقفها بقية الشعب الفلسطيني. فنعم، الذي يجري اليوم هو اشتراك كل الشارع الفلسطيني أينما وجد، كل الشعب الفلسطيني أينما وجد في مواجهة الاحتلال. فرأينا قطاع غزة يدخل في المعادلة، والآن الضفة الغربية تدخل في المعادلة بعد أن دخلتها أو دخلها الداخل الفلسطيني. هذا واقع طبيعي جدا أن يقف الشعب الفلسطيني بجانب بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في البلدة القديمة أيضا مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس وعند باب العمود في الأقصى، ألم تخفف عملية سيف القدس الضغط على أهالي القدس والمرابطين في الأقصى؟ يعني نسبيا ممكن أن نقول أنها خففت ورفعت من معنويات أهل مدينة القدس، ولكن المواجهة موجودة في كل الأماكن، المواجهة الشاملة، والاحتلال لا يفرق بين فلسطيني وفلسطيني، بل هو يستضعف أهل مدينة القدس ويسدد لهم الضربات بهدف إفقارهم ودفعهم على هجر المدينة ليستفيد بها. ولكن بفضل الله عز وجل أولا وبفضل صمود المقدسيين وإيمانهم الراسخ بحقهم في البقاء على أرضهم، يعني يثبتوا ويواجهوا ويوقفوا ممارسات الاحتلال. هذا يعني واقعنا الآن، ولا نستطيع أن نقول يعني أن الشعب الفلسطيني هناك منه من
يهنأ في العيش، وهناك منهم من يقدم شهداء. كلنا نضحي وكلنا نخبث وكلنا نرابط وكلنا نحافظ على أرضنا. في المجمل، إلى أي مدى ترى أن الحراك الشامل الذي تشهده فلسطين في ظل العملية النوعية غير المسبوقة للمقاومة غيرت موازين المعادلة والمواجهة؟ لا شك أن المقاومة غيرت موازين القوى وغيرت عناصر المعادلة. يعني دخول المقاومة في المواجهة وفي الدفاع عن مدينة القدس حول هذه المقاومة التي كان البعض يسميها مقاومة غزة إلى مقاومة الشعب الفلسطيني، مقاومة تدافع عن الشعب الفلسطيني أينما وجد وفي كل الأوقات، ويعني تواجه المحتل المجرم بشتى السبل. لذلك نعم، الآن ظهرت قيادة جديدة للشعب الفلسطيني، ظهرت بوصلة جديدة باتجاه المحتل. هذه القيادة وهذه البوصلة شكلتها المقاومة وعبرت عنها بالمواجهة التي نراها اليوم والاعتداء السافر من قبل سلطات الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة. يعني الاحتلال يشن حربا شعواء على شعبنا في قطاع غزة، يقتل المدنيين، يهدم البنايات السكنية والأماكن العامة الخاصة بالناس، كل هذا بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الإيذاء في الشعب الفلسطيني. على الصعيد الشعبي، كيف تقيمون الهبة الشعبية الفلسطينية الشاملة وعلى كافة الصعود؟ يعني الشعب الفلسطيني ليس لديه إلا الصعيد الشعبي. للأسف سلطة الأمن الله ليست موجودة في الصورة ولا تهدف لأن تكون موجودة في الصورة. سلطة الأمن الله يعني قامت بدورها بعقد الاتفاقات الخائنة مع سلطات الاحتلال. والآن هي تتفرج، ولكن على المستوى الشعبي نعم هو الذي يحرك الواقع. وهو سيد الموقف الآن. رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.